بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف دلوقتي مع بعض ازاي اعمل ابلود للفيديو على اليوتيوب. ده اليوتيوب بتاعي طبعا، انا لسه هعمل ساين ان دلوقتي. هدخل الاكونت بتاعي، بالشكل ده. اول ما دخلت طبعا عشان انا عندي تشانل، فبيقول لي لو وقفت على الاكونت كده هيقول لي ماي تشانل فيديو مانجر، الحاجات دي اقول له فيديو مانجر. وبعدين هقول عايز اعمل نيو ابلود، سيلكت الفايلز، هقول مثلا الفايل ده اللي انا عايز ارفعه مثلا دلوقتي بالشكل ده، بيبدا يعمل ابلود. طبعا بختار الكاتيجوري هنا بتاعت الفيديو وليكن education مثلا، البرايفسي بتاعت الفايل ده بابليك الناس كلها تشوفه ولا برايفت. طبعا دي في بابليك لو انت انترستد. وبعد كده هنا بيقول لي اد الفيديو تو، طبعا دي البلاي ليست اللي عندك خلاص. فلو حضرتك عندك بلاي ليست اوكي، ما عندكش وكان انت تقول له اد بلاي ليست، بس هي هسميه اتش ار فيديوز بالشكل ده، خليها بابليك واقول له كرييت بلاي ليست خلاص. لو عايز تحط نوتس ممكن تكتب ديسكربشن بلاي ليست اللي بحط فيها كذا 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 كده. حضرتك عملت له اد تو الاتش ار اهو بالشكل ده كونفير اوكي خلاص. وبعد كده تختار الصورة اللي هتبقى في الستارت اب بتاع الفيديو، بتسي ان هتبقى الصورة دي بحيث لما الناس تشوف الصورة دي. وبعدين ممكن نقول له شير بقى، هيديني لينك. اللينك ده انا هديه للناس على الفيسبوك، او ممكن هديه لحد على جوجل على تويتر، ممكن اقول له هشير الفيديو ده على الفيسبوك مثلا بالشكل ده. هيقول لي هتشيره، هقول مثلا هاي الفيديو ده بيتكلم عن كذا كذا، هتشيره لمين؟ شيره لفلان او لفلان او للناس كلها. ممكن اشير لواحد معين وليكن اختار الراجل الطيب ده، وبعدين هقول له شير لينك بالشكل بتاعنا. لو رجعت الفيديو مانجر هلاقي الفيديو ليستد عندي، لو انا عايز اديت عليه اغير اي حاجه. طبعا لو انا عايز احذف فيديوز هقول له اكشنز، وبعدين اقول له ديليت. طبعا لما انا اجي ابلود هنا يا جماعه، في اوبشن ان انا اقدر ريكورد من الكاميرا دايركت وابلود في نفس الوقت. ممكن برضو ابلود فيديو من سايت تاني، او ان انا اقدر احط حتى يو ار ال ايفن، مفيش مشكله. لو وقفت كده الاقي ماي شانل والفيديو مانجر فيها كل الديتيلز بتاعت كل الفيديوز بتاعتي. دي ماي شانل، الفيديوز بتاعتي، السبسكرايبز بتاعتي، الكومنتس، الحاجات بتاعتي كلها موجوده بالشكل ده. واتمنى تكون الموضوع سهل وبسيط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.